إذا نحييكم متابعين عبر قناتنا الثانية، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد لطقس الجزائر. نعود إليكم من جديد متابعينا الكرام والتحديثات للنماذج العالمية لأحوال الطقس فيما يخص توقعات طقس الجزائر خلال الأيام المقبلة إن شاء الله. كما أشرنا سابقا، الجزائر ستكون على موعد مع عاصفة قوية مع مناطق دول جنوب غرب أوروبا وشمال قارة أفريقيا منها الجزائر. هذه العاصفة القوية متابعينا الكرام ستكون بداية من 19 من شهر أكتوبر إن شاء الله حسب التحديثات الأخيرة للنموذج الأوروبي، الذي ما زال يشير إلى حالة قوية ستشهدها المناطق الجزائرية مع هبوب رياح قوية جدا. متابعينا الكرام، هذه الحالة كما قلنا بداية من نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله 20 من شهر تقريبا أكتوبر، ستكون هذه الحالة وستميز المناطق الشمالية، المناطق الغربية الوسطى والشرقية، شمال الصحراء والواحات ومنطقة الصحراء، بأمطار رعدية غزيرة معتبرة. وأيضا ستميز أيضا هذه المناطق رياح قوية وعاتية إن شاء الله. متابعينا الكرام، كما قلنا كمية كبيرة جدا من الأمطار حسب آخر التحديثات إن أصابت هذه التوقعات، والكل يعلم أن كل شيء بيد الله. إن بقيت التحديثات على حالها وإن صحت إن شاء الله، هذه العاصفة ستحمل لنا الجديد إن شاء الله. فقط متابعينا الكرام، اكثروا من الاستغفار والدعاء إن شاء الله والصدقات، كلها أمور تجلب الرزق والخير والغيث إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.